السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كلشي بخير. اش كتعاودوا؟ كي دايرين نتوما؟ كي دايرين ولادكم؟ كلشي لاباس الحمد لله. كنشكركم بزاف وكنشكر كاع لي زابوني جداد اللي تبعوا عندي في القناه، كنشكرهم كنقول لهم مرحبا بكم. وهذه راه القناه ديالكم، قبل ما تكون القناه ديالي نطفي هذه المره الغطاء، سمحوا لي. اليوم ان شاء الله نوجد معكم واحد تيراميسو اللي غيجي ماشي بلي بودون، ولكن غيجي بهذا البسكوي شكل جديد كتحليه كنغيروا بها. المهم تيراميسو كنديروه بشكل اخر. كنحتاجوا بالنسبه لهاد التحليه ديال التيراميسو كنحتاجوا هاد البسكوي. انا هذا هو اللي خديت، لقيته في بيم خديته. المهم ضروري انه اهم حاجه انه ما يكونش فيه الشوكولاتة، يكون هكا عادي بسكوي عادي. وعندي هنا بواطه ديال لاكريم فريش، وعندي بواطه ديال الجبليه. اللي بغى يدير ديال الجبليه يديرو، اللي بغى يدير كيري يديرو. هكا كتكون بواطه اخرى بحال هاد الشكل هكا ديال الكيري، على حسب كل واحد اشنو متوفر عنده. وعندي هنا شي هاد القهوه سريعه الذوبان، داكشي علاش درت الماء يطيب. غادي ندوبها في هاد الماء الكميه اللي غادي نحاول تكفيني. المهم ها هي، هنا دوبت القهوه في الماء طايب. ودابا غادي نبداو الطريقه على بركه الله. كناخذ هاد لاكريم فريش اللي عندي وكنخويها فواحد لو بول بطبيعه الحال، ونحاول نطلعها مزيان، نطربها مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها وكتولي متماسكه. المهم دابا نطرب هاد لاكريم فريش تطلع مزيان كما قلت لكم، نطربها تطلع ونعاود نتلاقى معكم. المهم انا رجعت معكم بعد ما طربت هذيك لاكريم فريش واحد شويه هكا. هانتوما اللي كتجي، انا نضفت عليها سمحوا لي ما ذكرتوش في المقادير، جوج معالق كبار ديال سنيده، واحد ساشي ديال الفاني، وطربتهم مزيان. دابا غنزيد عليها هاد الجبلي وغنعاود نطربهم حتى يندمجوا مزيان، عاد باش نكملوا ندوزوا للمرحله المواليه. نضيف ليها الشكي، ماشي ضروري ان ملي نطربوا ديك لاكريم فريش طلع بزاف، غتولي كريمي شويه صافي ونحبسوا، لان غادي نزيدو على الجبلي غادي تعقد. دابا من بعد ما زدت الجبلي غادي نطربهم مزيان ونعاود نرجع معكم باش ندوزو للمرحله الاخيره. من بعد ما طربتهم ها هو، انا ما خليتوش يطلع بزاف، ما كنبغيش تكون طالعه بزاف لاكريم فريش وداك الجبن. دابا غادي ندوزو للمرحله المواليه اللي غادي ناخذو فيها هاد البسكوي، وناخذو المول اللي غندريسيو فيه التيراميسو ديالنا هكا، وغندوزو هكا بمرحله بمرحله. غنديرو هذا هكا شويه في بسكوي في هذا في القهوه، ومن بعد كنبداو نستفو وحده 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 على هذا الشكل هكا حتى كنكملو الصف وكنديرو الصف الاخر بهذا الشكل هكا. المهم انا غنبقى غادا بهذا الشكل هكا كما قلت لكم، تنكمل هاد البسكوي كامل هاد الصف، وندير صف اخر وندير فوق منه شويه ديال الكريمه، ونعاود ندير ثاني صف اخر ديال البسكوي، ندير عاوتاني فوق منه الكريمه، عاد باش ينحك عليه الشوكولات، يا ندير ليه شويه ديال هذا ديال الشوكولا بودره ديال الحليب نرشو عليه من الفوق اللي بغيتو. المهم دابا نقاد بعدا هادو ونعاود نرجع معكم. من بعد ما هذا ترتب الصف الاولاني ديال البسكوي، غناخذ شويه ديال الكريمه وغادي ندوزها كلشي فوق هاد البسكوي هكا، تنعمرها تنغطيهم كاملين، ونعاود ندير طبقه مواليه ديال البسكوي. هادي كفكره، المهم كتغيير التيراميسو المعتاد اللي معاود كنعرفوه الجميع. ايوا ما نديرو دوك لي بودون ديال البسكوي
كنديرو هادو ديال هكا بسكوي بوحدو. المهم هكا دابا نكمل عاوتاني هكا بهذا الشكل، نخالف هاد المره شويه. ملي نكمل هاد المرحله كما قلت لكم غندير صف، غندير طبقه اخرى ديال الكريمه وصافي، وغنكتفي ندير كما قلت لكم يا شوكولا محكوك يا كاوبيل يا هذا، ونتلاقى معكم في الطبق النهائي ديالها. المهم تيراميسو ديالي ها هو بعد ما زوقته بالكاوبيل من فوق الشوكولا بودره، كيجي على هذا الشكل كفكره جديده وصافي. المهم هانتوما كتشوفوا، كنتمنى انكم تجربوه، وما تنساوش تبارطاجيو ليا الفيديو مع الاهل والاصحاب ديالكم اكبر عدد ممكن، والناس اللي باقي ما تابوناوش عندي في لاشين يدخلوا عندي مرحبا بهم باش نستافدوا جميع. وما تنساوش تخلي ليا واحد اللايك والتعاليق زوينه ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. الى اللقاء.